متوفرة من حاجات أو من التقنيات أو من الأساليب أو العلاجات التجميلية المعروفة للناس كلها. كنا دايما بنحقن فلل بشكل طبيعي تماما، اللي هو عندي الخط ده يا دكتور مضايقني نحقن فيه فلل، الدنيا اتغيرت خالص، ما بقيناش بنحقن بالشكل ده، بقينا بنحقن الوش أو الوجه كطابلو كامل، بنشوفه أثناء الحركة، أثناء الكلام، أثناء الضحك، أثناء حتى الاندهاش، أثناء التكشير شكله إيه، في وضع السكون شكله إيه، نبتدي نركب الاتنين دول على بعض في صورة، نستخدم سوفت وير معين، من خلال سوفت وير عندنا بيقول لنا الوش ده تقسيمته ازاي، يبان طبيعي ازاي، باستخدام أمبول أو اتنين من أمبولات الفيلر اللي كل الناس عارفاها، بنقدر نعيد شكل جميل للوجه، ازاي نخلي وشنا أحلى، ازاي نرجع نبقى زي ما حبينا أو زي ما طول عمرنا كنا حابين، طبيعيين شباب على طول، جلدنا مشدود، شكلنا أحلى، بدون خدود كبيرة وشفايف كبيرة وشكل غير طبيعي، شكل فيك، بعدنا عن ده تماما. النهاردة بقينا بنركب ده على سوفت وير يدينا الشكل وأماكن الحق من خلال أمبول أو الاتنين من الفيلر، بنقدر نوصل للشكل الطبيعي تماما.